السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله ما غاديش ندير انبوكسين ولا ريفيو ولا شي حاجه. اليوم ان شاء الله عندي لكم جيف اواي عباره عن 10 دولار ماوس ديال جيمين انترو وبانر ولوجو. الاول غادي ياخذ 10 دولار ان شاء الله، الثاني ماوس ديال جيمين، الثالث انترو، والرابع بانر ولوجو. المهم الشروط راه باينه، تكون دير ابوني لاشين، تفعل زر الجرس باش ملي نوصل لألف ابوني ان شاء الله نعلن على الفائز. غير هو واحد الحاجه، ما تحطوش لي زانفو ديالكم، ديروا غير تعليق عادي، ما تحطوش لي زانفو ديالكم، يا النمره يا الجيمال ما تحطوهمش حتى الفيديو، انا غادي نهضر معاك. المهم هذه هي الماوس ديال الجيمين، راه في درت عليها ريفيو، لو بغيت تشوفوا غتشوفوا غيطلع لكم النوتيفيكاسيون الفوق. المهم هي هذه الماوس، راه في درت عليها فيديو كيف ما قلت لكم، غادي تطلع لكم واحد نوتيفيكاسيون هنا، قولوا لي الا بغيت تشوفوا الفيديو كامل. المهم جربوها تشوفوها بعدا ونكملوا. هذا الفيديو ما درتوش زعما راه كنعيق عليكم، عندي الفلوس ولا عندي هذا الماتيريال ولا شي حاجه، غير هذا الماوس ديال الجيمي ما كنخدمش بها، حيت عندي بي سي بورطابل ما كنخدمش بها، وهادي نعطوها لشي واحد اللي محتاجها وبغي يديرها في السيتاب ديالو، ولا كاين دراري يلا بادين ما عندهمش باش يبداو، وكاين اللي باغي ديك 10 دولار باش يشري غير تريبو ولا شي لعيبه باش يبدا. المهم كتحفيز وصافي، ماشي شي حاجه راني كنعيق ولا شي حاجه، هذا ما كان. المهم كيف ما قلت لكم هذه هي الماوس، راه كيشعل فيها الضوء في كاع الجوايع، فيها لي بوطون كاملين. كيف ما قلت لكم ما تخلوش لي زانفو ديالكم، دير غير تعليق عادي، الله يوفقك، نتمنى ان نربح شي حاجه بحال هكا باش ملي ندير نعلن على الفائز ما يبداوش يصيفطوا لكم لا راه ربحتي لا ما ربحتي. نعلن على الفائز غادي يدخل الفيديو اللي فيه اللي علنت فيه على الفائز ان شاء الله ملي نوصل 1000 ابوني، راه علق ليا باللي انت اللي ربحتي، غتشوف السميه ديالك علق ليا، انا غادي نعطيك النمره ديالي وغنقول لك عيط ليا، ولا غنقول لك عطيني النمره ديالك ونعيط لك في ديك في نفس اللحظه، باش بلا ما يبقاو يضحكوا عليكم، حيت عطى الله كيبقى يصيفط لك ايميل راه ربحتي، اضغط على هاد اللي تعمر المعلومات، ما داك اللي ما تعرفش واش سيكوريزي ولا ماشي سيكوريزي هذا ما كان. المهم كيف ما قلت لكم الشروط ديال المسابقه راه هي سهله، تكون دير ابوني لاشين وتعلق في هذا الفيديو، بارطاجي مع في الجروبات ولا في واتساب اللي بغيتي باش كيف ما انا باغي نحفزكم حتى نتوما تحفزوني يطلع لاشين شويه، هذا ما كان. المهم ما تنساوش ديروا ابوني، تفعلوا زر الجرس، وتهلاو في راسكم.